السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. هذا الفيديو راح أوضح معلومة مهمة تصير بها التباس على الأخوان المتابعين. هذه المعلومة هي المدارس العربية في إقليم كردستان. طبعا هواي منكم يعرفون أنه المدارس العربية في إقليم كردستان أو الأكثرية يعتقدون انه بعد 2014 انفتحت المدارس العربية في اقليم كردستان، يعني من اجوا النازحين للاقليم انفتحت المدارس العربية. هذا الشيء طبعا صحيح، هذه المدارس العربية انفتحت للاخوان النازحين اللي اجوا من الموصل ومن المناطق الاخرى اللي صار بها الحرب وهاي الامور، فانفتحت لهم مدارس وممثليات للتربية بهذه المحافظات. لكن شنو هذه المدارس والممثليات؟ تكون تابعة لوزارة التربية اللي موجودة في بغداد، يعني المناهج والامتحانات والأسئلة كلها تكون يعني مرتبطة بالوزارة في بغداد. حتى بوقتها كان النقل، يعني نقل المدرسين نقل المعلمين، كان اكو نقل يعني مثلا من الموصل لدهوك ومن بغداد اللي العفو لدهوك او سليمانية او اربيد. يعني هي الوزارة نفسها، وزارة التربية اللي موجودة في بغداد، تنقل موظفيها بين الممثليات الموجودة عندها. لكن حاليا هذه المدارس العربية اغلقت، يعني من رجعوا النازحين على مكانهم، هاي المدارس انسدت واللغة انتهت والممثليات ايضا رجعت، فما اكو هسه حاليا مدارس عربية تابعة لوزارة التربية اللي موجودة في بغداد. لكن الموجود شنو؟ السؤال المطروح شنو؟ يقولون يعني بعض الاسئلة يقول اكو مدارس عربية في اقليم كردستان. اي نعم، اكو مدارس عربية في اقليم كردستان، لكن بمناهج وزارة التربية اللي تابعة لحكومة الاقليم، يعني لاقليم كردستان. يعني المناهج التي تدرس في المدارس العربية هذه تكون تابعة لوزارة التربية الموجودة في إقليم كردستان. فإن شاء الله تكون هذه الفكرة وضحت لكم. فالمدارس العربية قلت لكم تنقسم قسمين، قسم تابع لوزارة التربية هاي رجعت انسدت انتهى الموضوع، اللي هي مناهجها حتى مناهجها وامتحاناتها كانت تجي من بغداد، هذه انتهت انسدت. بقى عندنا شنو؟ بقى عندنا المدارس العربية اللي موجودة أصلا مفتوحة، اللي تكون مناهجها تابعة لوزارة التربية في إقليم كردستان. فهذه الفكرة حبيت أوضحها لأن دا يصير لغط ودا يصير تداخل المفهوم، لأن أحد التعليقات من الأخوان يقول لا ما أكو مدارس عربية وانسدت وانشالت اللغط. لا، كلامك صحيح، الكلام الصحيح هو انه وزارة التربية التابعة لبغداد سدت الممثليات وسدت كل المدارس اللي تابعة لها وكل مرجع الى مكانه. اما بالنسبة للي يسألون على نقل، اللي يقول انا مدرس وانا معلم اريد النقل، نقل ما اكو، نقل وظيفة ما اكو، لان وزارة التربية مثل ما قلت لكم رجعت ممثلياتها سدتها بالاقليم ورجعت يعني المحافظات اللي كان بها حرب وقتال، رجع كل شيء بمكانه حاليا، فقط بقت المدارس التابعه لوزاره التربيه في اقليم كردستان وهذه مدارس عربيه. هذا كل ما بالامر، ان شاء الله كانت واضحه الفكره، ومثل ما يقول فسختها تفسيخ الفكره، وان شاء الله تكون وصلتكم. اشوفكم ان شاء الله فيديو اتقدم على خير ومع السلامه.